البدع والأهواء، أهل البدع الأقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، أنا أقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. رواه مسلم. الحديث في صحيح مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن ابي النضر عن ابي سلمة عن عائشة به، وقد أعل الدارقطني هذا الإسناد، وذكر أن مالكا وعبد العزيز الماجشون رووا الحديث عن ابي النضر عن عائشة مرسلا بدون ذكر ابي سلمة وصوب الإرسال، وأقره شيخنا في تعليقه على التتبع، ولكن الحديث صحيح من طرق أخرى عند مسلم وغيره بلفظ: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. لو أن الحافظ ذكر اللفظ الذي لم يعل كان أولى: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. ما المقصود من إيراد هذا الحديث؟ مشروعية الصلاة على الجنازة في المسجد. وسبب الحديث أن عائشة أمرت بجنازة سعد بن أبي وقاص أن تدخل إلى المسجد، فصلى عليها أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فعاب الناس ذلك وقالوا إنما يصلى على الجنائز في المصلى. قالت عائشة: ما أسرع من يعيب الناس ما لا علم لهم به، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في جوف المسجد. نستفيد من هذه القصة أمرين: الأمر الأول أن أكثر صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على الجنائز في المصلى، أي مصلى بجوار المقبرة، وأن الصلاة في المسجد مشروعة كما حدثت عائشة. المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: المسألة الأولى: أين يصلى على الجنائز؟ استحب أهل العلم أن يصلى على الجنائز في مصلى خاص بذلك عند المقبرة إن تيسر أو في مكان آخر، وعلى ذلك أدلة كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صلاته على النجاشي وفيه فخرج بهم إلى المصلى، وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها الذي في مسلم أنها أمرت أن يمر عليها بجنازة سعد بن أبي وقاص إلى المسجد لتصلي عليها، فأنكر الناس ذلك وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها إلى المسجد. فقالت عائشة رضي الله عنها: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في جوف المسجد. فهذا الحديث فيه دلالة على أن أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للجنائز في خارج المسجد. المسألة الثانية: هل تشرع الصلاة على الجنازة في المسجد؟ ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية ذلك وجوازه، واستدلوا بحديث عائشة الذي في الكتاب، وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه صلي عليه في المسجد، وأخرج أيضا بإسناد صحيح عن عروة بن الزبير أنه قال: ما صلي على أبي بكر إلا في المسجد. أنه قال: ما صلي على أبي بكر إلا في المسجد.
وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد حسن إلى المطلب ابن عبد الله بن حنطب قال صلي على أبي بكر وعمر تجاه المنبر، وهو منقطع لأن ابن حنطب لم يدرك الصحابة، وهو صحيح بالطرق التي قبله، هذا واضح. وذهب ابن أبي ذئب ومالك وأبو حنيفة إلى أنها لا تصح في المسجد لما رواه أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. وهذا الحديث من طريق ابن أبي ذئب عن صالح بن نبهان مولى التوأمة عن أبي هريرة به، وصالح مولى التوأمة ضعيف مختلط، ولكن روى عنه ابن أبي ذئب قبل الاختلاط، فحسن بعض أهل العلم هذا الحديث من أجل ذلك، ولا قربه وضعفه لأن الأئمة أنكروه وضعفوه، فإن صالح مولى التوأمة تفرد به ولم يروى الحديث من وجه آخر غيره، لذلك أعل الحديث وضعفه جمع من الحفاظ منهم أحمد وابن حبان وابن المنذر والبغوي والخطابي والبيهقي وابن عبد البر وغيرهم، ومن حسنه من أهل العلم أولوه للجمع بينه وبين حديث عائشة رضي الله عنها، فقال بعضهم فلا شيء له يعني فلا شيء عليه، كقوله تعالى وإن أسأتم فلها يعني فعليها، وبعضهم قال فلا شيء له يعني زائدا على أجر صلاة الجنازة لمزية المسجد، وهذا الجواب ارتضاه الإمام الألباني في أحكام الجنائز. وعلى كل فالصواب هو قول الجمهور والله أعلم. الحديث ضعفه جمع من الحفاظ، ما هذا الحديث الذي قلنا ضعفه جمع من الحفاظ؟ ما هذا الحديث عندك يا يونس؟ من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، أخرجه أحمد وأبو داود أو أحمد من حديث أبي هريرة. ما سبب ضعفه؟ من الذي سيجيب عندك مصطفى؟ تفرد به صالح بن نبهان مولى التوأمة وهو ضعيف، وقد تفرد به وضعفه جمع من الحفاظ. من حسن الحديث على ماذا؟ حمل الرواية. من سيجيب؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه صلي عليه في المسجد، وعمر صلي عليه في المسجد. ليك أخ محمد على فلا شيء له، قيل فلا شيء عليه كقوله تعالى وإن أسأتم فلها، فلا شيء له والجواب الثاني وارتضاه الإمام الألباني فلا شيء له أي زائدا من الأجر لمزية المسجد زائدا على أجر صلاة الجنازة. المسألة الثالثة هل تشترط الطهارة لصلاة الجنازة؟ أن يجيب قبل أن نقرأ، هل تشترط الطهارة؟ الدليل لأنها صلاة من الصلوات، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ذهب عامة أهل العلم من اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة، وخالف الشعبي وابن جرير فقال تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة مع إمكان الوضوء والتيمم لأنها دعاء، واستدل الجمهور على اشتراط الطهارة أنها تدعى صلاة كما في حديث الكتاب، وكما قال تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فسماها صلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، وقال من صلى على جنازة فله قيراط، وغيرها من الأدلة. والصلاة تشترط لها الطهارة لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.